اسمع، إذا بتاكل لقمة بعطيك مصاري، شو رأيك؟ إذا وقعت السما على الأرض ما رح ياكل ابنك. حط الأكل بتمه. شو قلتي لينا؟ عفوا أستاذ. شو هاد؟ شو في؟ شكله في شي غريب بميرا، يمكن من شي أكلته؟ ممكن. راني بتقول نجرب نحط كيس شاي. طيب بنحاول. تنقلي على العقبة؟ ما لها إشي؟ أنا هون على فكرة، بعدين ميرا صابها حسية من المناكير مش هالقد بدها. تحكي طب؟ طب شو رأيك تعطيني حل لأخوك يا دكتورة هبة؟ سامي كل تمام؟ إيش فيه؟ زوجك مش عارف يتعامل مع أي شيء. كلها زعل تركتك فيها، برجع بلاقي كل هاي الفوضى. ابنك مش راضي ياكل، بعدين مش عارف أتعامل مع هبة، والله بتخوف. إحنا اتفقنا وحكينا بهذا الموضوع أكثر من مرة. ولا إشي عم يزبط، إن شاء الله حكينا 100,000 مرة. راني بتقولكم شوف الدك جو. والله بيطلع منها رانيا، الوضع سهل كتير. DocJo is an online platform that provides you with a caring community in your parental journey. Let us be your partners. DocJo, healthy children, happy parents.